علي أبدا. أتحدى اللي كتب الأسئلة أنه يقدر يحلها كلياتها. أسئلة حلب النظام اللي أنا صلي شدها لعبد الرئيس لا يمكن لا يمكنها تصال ل50% من صعوبة هاي. أسئلة نار طويلة جدا 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 جدا، يعني أي أستاذ محترف يعني مثلي بده فيها ساعتين فما فوق. أنا برأيي الأشخاص اللي كتبوا الأسئلة عبارة عن أشخاص غير تربويين وأشخاص غير مسؤولين بالمرة. مستوى الأسئلة جيد جدا وممتاز، وهو نقل نوعية عن السنوات السابقة قولا واحدا. أما أن نقول أن لدينا فكرة هي من خارج إطار المطلوبات فهذا كلام غير صحيح. أعلن انشقاقي عن طلاب دورتي عام 2021، وذلك لصعوبة الأسئلة وأنا غير قادر على أن أكمل هذه السنة، وسوف ألتحق في طلاب عام 2022 إن شاء الله.